مرحبا بكم في قناة تلفزيون المغرب تي في ماروك. في هذا الفيديو غادي نشوفوا أعمار الممثلات المغربيات لمسلسل بغيت حياتك. المسلسل كيحكي على ثلاث قصص قاسمها المشترك سرقة سعادة الآخرين، وقد كتب السيناريو بحبكة درامية تجسدها نخبة من الممثلين. سيناريو سامية أقريو، نورا السقلي، جواد الحلو. إخراج شوقي العفير. الممثلة نورا السقلي التي جسدت دور سيهان تبلغ من العمر 52 سنة. الممثلة سامية أقريو والتي جسدت دور فوزية تبلغ من العمر 50 سنة. الممثلة مريم الزعيمي والتي جسدت دور سارة تبلغ من العمر 39 سنة. الممثلة ساندية تاج الدين والتي جسدت دور صوفيا تبلغ من العمر 28 سنة. المغنية والممثلة كريمة غيت والتي جسدت دور وفاء تبلغ من العمر 30 سنة. الممثلة سلوى زرهان والتي جسدت دور بسمة تبلغ من العمر 25 سنة. وأخيرا الممثلة القديرة مليكة العمري والتي جسدت دور أم سهام تبلغ من العمر 78 سنة. شكرا على مشاهدة الفيديو، نشوفكم في فيديو آخر. ما تنسوش تديروا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.